دار الايتام. هو اسمه كده بس دار الايتام؟ اسمه دار الايتام بس زي برنامج البرنامج بتاع باسم موسى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم هنا من أجل التبرع للدار؟ أيوة أنا جاي أتبرع بطفل للدار. جاي تبنى طفل من الدار. أصلا أنا محروم من نعمة الأبوبة ونفسي أبقى أب. حضرتك متزوج؟ لا أرمل. أيوة أنا أرمل. مراتي ما بتخلفش للأسف. أرمل مراته متوفية. هو أرمل مراته متوفية؟ أيوة. أمال الأرملة إيه؟ دي اللي مراتها متوفية. اسكت بقى. حضرتك تقدري تساعدينا إزاي؟ لعله خير. لقد أصبت قرارا. التبني سوف يفتح لك باب الرزق والرحمة والمغفرة. إيه طب حضرتك تقدري تساعدينا وتجيبي لنا استمارة التبني؟ حسنا. سوف أحضر لكم أوراق التبني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. هي بتتكلم كده ليه؟ أنا عارف يا بهجت. أنا ناقص. بقول لك إيه؟ أنا هلف لفة بقى كده. نقي عيل يعجبني اتبناه. انت بتقول يا سلطان ايه الغباوه دي يا ابني؟ ما انا متفق مع واد. اني واحد فيهم؟ اهو الواد ده. يا نهار اسود ده ماسك مطوه بهجت. ايوه يا سلطان طفل وبيلعب. بيلعب بمطوه؟ ما تبقاش ضيق بقى. تعالى يا حبيبي. انت بقى اللي هتبقى ابويا الجديد؟ ايوه يا حبيبي. شكلك هفا. ولا احترم نفسك يا ابني. ابنك في وطنك يا حلو. بقولك يا بهجت انا مش هاخد الواد ده. انا هسيبه هنا. اصبر بس. اقسم بالله لو ما خدتنيش لا لبالكم مشروع ايتام يعني بحور دم. لا 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 يا بهجت ده مستحيل يا بهجت. يقولك بحور دم. اسمع انت لو خدت اي واد تاني ما انت هتلبسه طول عمرك. ده احنا متفقين معاك يا سيدي. هم يومين لو ما ظبطش انا ارجعه مطرح مكان. خطر يا بهجت. يومين. طب يلا حبيبي. حاسب يا لقيتك كده احسن اخدها منك واحطها في جيبي. تاخدها مني وتحطها في جيبك؟ ايوه احطها في جيبي. يا بهجت خطر يا بهجت. والله العظيم خطر. هم يومين يومين. طب تعالى ورايا. انت اللي هتيجي ورايا يا بهجت. يومين يومين والله. طب عدي عدي. انت مش هتيجي معانا؟ لا لا انا هخلص الورق وهحصلكوا بتاكسي. انا يلا يلا يلا. سامع؟ يومين يومين. ممكن بقى حبيب بابي ينزل رجله الكزرة من على التابلوه؟ أقولك الكزرة دي تبقى مين؟ لا ولا وربنا عملها معاك. نزل رجلك وإلا. وإلا يا عمته؟ وإلا بابي ياخد مخالفة. يرضيك بابي ياخد مخالفة؟ جيب ورا جيب ورا. أجيب ورا؟ اطلعي يا عمته. إيه؟ اطلعي يا عمته. حاضر. بس المطوة بس عشان لو دخلنا لك. يلا سيبني يا بهجة. خلي بس سيبني لما اشوف القرف اللي انا عايشه فيه ده. تعالي بس. في ايه؟ معقوله؟ بقول لك ايه؟ انت اللي عملت البيبي تحت السلم؟ في حاجه؟ لا لا أبدا ما فيش حاجة خالص. أنا بس بسأل يعني عشان أروح أمسحها. يا منيرة في إيه؟ ما تسيبي الولد يقع مطرح ما هو عايز. قلت حاجة؟ ناصر كلم جدتك بشكل أحسن من كده. يلا قول لها سوريا تيزا. إيه؟ تيزا؟ ولا في إيه؟ إيه ولا؟ إيه بكلم سلطان في إيه؟ أنت هلا ما فيش حد مالي عينك. ها؟ أوه هتعملها تاني؟ هنيمها معايد عليك. سلطان في ايه؟ دي مرات يا سيدي وانا موافق انها تنام عياط عليك. وانا كمان موافق. انا هاخد ابني حبيبي احميه في الجنينه. يلا عشان ريحته هتقولي شماه وانا فوق في اوضتي. بتقولي ايه؟ ايه ولا حاجه. انا فله. حسب يلا. حاضر على مهلك. ايه ده؟ اوعى تسيبوني لوحدي في البيت معاه. ولا انا ما تسيبونيش برضه معاه. وربنا ما استحمى قسما بالله لما تفكني على الشقه. يالا ريحتك معفنه. في كلب ميت تحت باطك. ايه دي؟ اصلا دي صابونه. وربنا ما هتلمس جسم. يلا ده انا هصنفرك بيها وبعد ما صنفرك هاكلها لك عشان ريحتك تفضل حلو. طب يلا بهجت. بهجت
ايه ده؟ انت عملت ايه؟ حقنة مخدرة عشان تحمي براحتك، بس وحياة امك لما الواد يفوق ما تقوله ان انا اديته الحقنة. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نقتله هنا. تقتل ايه يا سلطان؟ انت اتجننت يا ابني. ايه يعني؟ صعبان عليك عشان طفل وكده؟ طفل ايه يا ابني؟ عشان داليا لما تيجي. معاك حق. بقول لك ايه، بقى خلي دايما حقنة مخدرة معاك عشان الكلب ده. ماشي. صحي 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 صحي.